مرحبا. العالم حوالينا عم بتطور بشكل سريع، والتكنولوجيا صارت جزء أساسي من حياتنا وبتزيد أهميتها يوم بعد يوم، والبرمجة من المكونات الأساسية للتكنولوجيا، مع العلم إنه فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها من التطبيقات يلي على التليفونات والكمبيوتر تم ابتكارها عن طريق البرمجة. رح أكون معكم في هذا الكورس التدريبي أنا المبرمجة سحر سالم، بحيث رح يتعرف المشارك على المفاهيم الأساسية للبرمجة، ورح يتعلم كيف يبرمج لوحده ألعاب وقصص تفاعلية، وكيف يحول فكرة لمشروع خاص فيه، وكل هذا رح يكون بطريقة ممتعة ومسلية. كونوا معنا.